قلتم أن هناك ضعف في استعمال الدفع الإلكتروني، هل هذا راجع إلى غياب وسائل الدفع الإلكتروني أم الجزائري لا يتحلى بثقافة الدفع الإلكتروني؟ هو في الحقيقة شوف، المواطن الجزائري أو المستهلك في الجزائر يتعود منذ سنوات أنه يدفع بالكاش، حتى الصكوك هو لا يستعملها، وحتى التحويل عن طريق الحسابات ما يستعملهاش عادة، يعني تعود أنه يستعمل النقود أو السيولة، لأن للأسف هذه الثقافة اللي انتشرت أكثر واللي زادت ضخمت السوق الموازية، وحتى التجار ما يعترفوش بالتحويل ولا الصكوك ولا الدفع الإلكتروني، يخافوا من المتابعات تاع الضرائب، يفضلوا التعامل بالطرق الكلاسيكية باش يتهربوا من هذه المتابعات. وزيد كاين أمور أخرى، يعني مثلا الضرائب اللي يدفعها المواطن لما يشري بطريقة يعني رسمية، يعني لازم إذا شرى مثلا تلفاز أو شرى كمبيوتر ولا هاتف، إذا كان حب يديروا الفوترة ويجوز على الشبكة الرسمية لازم يزيد يدفع 19% تاع الضريبة المضافة هذه التفيعة، وهذه ثقيلة على المواطن ما تعودش عليها.